نعم، كانت هناك العديد من النقاط التي تحدث فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحفي، لعل أهمها هو استمرار الضغط الأمريكي على الإسرائيليين من أجل إيصال المساعدات وفتح المعابر وتمكين المزيد من المساعدات الإنسانية للوصول للفلسطينيين في قطاع غزة. كما تحدث بلينكن عن وجود مقترح جاد يمكن لحماس القبول به من أجل الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم من خلاله إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وأيضا يتم أيضا من خلاله إطلاق بعض الأسرى الفلسطينيين خلال هذه الصفقة. كما أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي فيما يتعلق باستهداف الأشخاص الذين كانوا يعملون في المطبخ العالمي، المطبخ المركزي العالمي، وأن الولايات المتحدة تنتظر نتائج التحقيق حول هذه النقطة. كان أيضا هناك حديث فيما يتعلق باتصالات الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر من أجل تنسيق الجهود في سبيل الوصول إلى هدنة وإلى محاولة إقناع مختلف الأطراف للوصول إلى هدنة جادة يمكن من خلال تحقيق أهداف مهمة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، تهدف في النهاية إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام بين جميع الأطراف. وزير الخارجية الأمريكي أكد على الموقف الأمريكي الثابت فيما يتعلق بموضوع رفح، وأشار أن الولايات المتحدة تنظر أيضا في بدائل يمكن أن تقدمها للإسرائيليين عوضا عن الاجتياح البري لمدينة رفح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي تعليمات أو أي بيانات أو أي معلومات من الجانب الإسرائيلي حول موعد اجتياح مدينة رفح التي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس. شكرا جزيلا سهيل الشاعر مراسلنا، كنت معنا من واشنطن.